السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، على سائل يقول: المرأة الكبيرة في السن والتي تعد من القواعد، هل يباح لمن هو ليس من محارمها أن يصافحها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء، وإنما كان يبايعهن بالكلام، ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.